ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. حدث معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: لا تمنع العلم من أهله فتأسم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل أو فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. جميل جميل هذا. يقول والإسناد فيه ضعف، لكن يقول: لا تمنع العلم من أهله فتأسم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار، ألجمه الله بلجام من النار. وقد لام الله جل في علا على اليهود أنهم كتموا آيات الله جل في علا. وأنتم تعلمون أنهم لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ماذا تجدون في حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: الجلد والتحميم. قال: أتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما أتوا بها أخذ يقرأ حتى بلغ إلى آيات الرجم، فوضع يده عليه فضربه عبد الله بن سلام وقال: لكع، انزع يدك يا لكع. فلما نزع يده قرأ آيات الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: لا تمنع العلم من أهله فتأسم. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. فهذا العقاب أليم في هذا الباب، وكان من في بني إسرائيل هم الذين كتموا كتاب الله جل في علاه. قال: تأثم ولا تنشره عند غير أهلي فتجهل. لأنك لو أعطيت العلم للجاهل يجهلك، لأن الجاهل لا يعرف ما تقول. كان بعضهم يتكلم بالقواعد الأصولية على أناس حتى ما عندهم ثقافة إسلامية، فكانوا يقولون: هذا الرجل لعله غبي، لعله يتكلم في كلام لم يسمعه أحد. يجهلونه حقا، لأنهم يجهلون ما يقولون، بل يعادونه. نعم، تبلغ إلى العداوة. قال علي بن المديني، قال أحمد حنبل لما تكلم أحمد معين في الشافعي، قال: إن يحيى يجهل ما يقول الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. من جهل شيئا عداه، لكع يعني لئيم، لكع يعني لئيم. الغرض المقصود أنه قال: ولا تعطيه لغير أهله فإيش؟ لماذا؟ فلا ولا تعطيه لغير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. شوف، كن طبيبا رفيقا تعلم الدواء إذا نفع تعطيه، وإلا فلا تعطي. الدواء إذا نفع تعطي، وإلا فلا تعطي. هكذا تضع الشيء في موضوعه، وهذه الحكمة. فقال: كن طبيبا رفيقا، والعالم طبيب، طبيب للقلوب، وطبيب القلوب أولى من طبيب الأبدان، طبيب القلوب أولى من طبيب الأبدان. ينظر فيما ينفع القلب فيأتي به، وإلا فينحيه، وينظر كيف يكون الدواء ناجعا فيضعه، وإلا فلا يضعه، لأن الاستكثار من ذلك يضر. وقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو النعمان، حدثنا مهدي عن غيلان عن مطرف قال: لا تطعم طعامك من لا يشتهي. شوف، انظر هنا، يعني اصلا اذا تعبت في طعام واعددته اعدادا طيبا وكان نضجا، ثم بعد ذلك قدمته لمن يزدري لا ياكله، ويصيبك انت حتى بالاوجاع، وانت تصاب بحسره وغم بعد التعب والعناء. كذلك العلم، انت مت في العلم، ذهبت لا تأكل ولا تشرب من أجل أن تتعلم، ذهبت تجسو بركبتيك تحت يد العلماء ورجل العلماء، وأنت تتذلل حتى تطلب العلم وتكتب الفوائد وتسهر عليها وتتقنها، ثم بعد ذلك تلقيها تحت رجل غني لا يفقه معناها ولا يدري ما بها ولا يعتني بصاحبها، فأنت بذلك تكون قد ازدريت نعمة الله عليك، وقد أفسدت فسادا عظيما، وقد أسأت إساءة تسقط بك لهوة سحيقة لا تدري كيف تنجو منها. كن كريما عزيزا بما تحمل، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. لذلك قال مطرف: لا تطعم طعامك من لا يشتهي. لما تجد أحد يزهد في علمك اطرده، لا تجلسه بحال من الأحوال،
لأنه لا يفقه ولا يعقل ما أنت فيه، ولن يقدره حق تقديره. هذا الإسناد إسناد صحيح. وقال أخبرنا محمد بن أحمد حدث سفيان عن داود بن شابور سمع شهر بن حوشب، وهو علة الحديث شهر بن حوشب، يقول قال لقمان لابني: يا بني لا تعلم العلم وتباهي به العلماء وتمالي به السفهاء وترائي به في المجالس. وهذا كله شرحناه، يعني هذا مر علينا وشرحناه وإسناده صحيح. قال فقال: وإن رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، أن تك عالما ينفعك علمك، وأن تك جاهلا علموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فيصيبك بها معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، يكون عليك ترى ترى حسرة يعني، فلا تجلس معهم، إنك أن تك عالما لم ينفعك علمك، وأن تك جاهلا زادوك عيا أو غيا، أعوذ بالله، ولعل الله أن يطلع عليهم بسخط فيصيبك معهم. لا ولا قال قال الله تعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهنا فضل العلم أنه لو جلس في مجلس يؤثر فيه لا يتأثر به. فضل العالم أنه ولو نزل في واقع كالذي نحن فيه، الناس سابوا كل شيء وتركوا التوحيد كل ذلك، ويقولون: شوف المغرور، شوف المتعجرف كيف تكلم على الإمام، وأرادوا أن يأخذوا الناس بعيدا بعيدا عن المهمات والملمات وعن التوحيد الأصيل لنصرة ربنا المجيد سبحانه وجل في علاء ولرفع راية دين ربنا الجليل، لكنهم الناس يسمعون لهم، أغرار أغمار يسمعون لهم. فالحق في هذا الباب يعني نقول بأن العالم يغير في الواقع لا يتغير به، العالم الراسخ يغير في الواقع لا يتغير به ولا يتأثر به، حتى لو تألم، حتى لو أصابته الغموم والهموم والأحزان، فإنه لا يمكن أن ينثني، يكون كالجبل الشامخ الأشم ويمضي قدما لا يتأخر ولا يتلكع ولا يتسكع ولا يتعتع، بل هو كالسهم المار لأن هدفه يتلألأ في السماء. فعن بشر بن سلم منكر الحديث، وصهيب ابن أبي فاخته ضعيف، فالإسناد ضعيف. وقال مصنف: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى المرء جهلا أن يعجب بعلمه، أعوذ بالله. من يعجب بعلمه يتكبر، ومن يتكبر فالنار أولى به، ومن يتكبر فالنار أولى به. من يعجب بعلمه يتكبر، ومن يتكبر فالنار أولى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: أوحى الله إلي أن تواضعوا فلا يفخر أحد على أحد. لذلك قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله جل في علاه، وخشية الله جل في علاه أن يأتي بما يحب الله ويرضاه، ويسارع في الخيرات، ويتنافس على الصالحات، وأيضا إذا وقع في الزلات والسقطات والهنات أسرع الاستغفار رب الأرض والسماوات، هذا مآله إلى الجنات بجوار رب الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: علامة عدم النفع بالعلم الكبر، علامة عدم النفع بالعلم الكبر. فضل مجالس الذكر، إن كنت عالما زادوك، وإن كنت جاهلا علموك. الفائدة الثالثة: تأتي نصا لا تطعم طعامك من لا يشتهي، لا تطعم طعامك من لا يشتهي. كم أحبكم في الله. اللهم زد وبارك يا رب، ثبتنا على الخير. اللهم اجعلنا من الصالحين المستحين، الصادقين المصدقين، المخلصين الخالصين. اللهم أمين يا رب العالمين. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.